في ايه؟ كابتن جمال صح؟ انا بحبك قوي يا كابتن ومعجب بيك جدا. ربنا يخليك، ده انا اللي معجب بالبوكسرات دي جدا والله العظيم. اتفضل يا كابتن ما يغلاش عليك. كنت عايز اسالك سؤال صغير. اتفضل اهلا وسهلا. هو انت مقاسك كام؟ هو والله انا عاده بلبس اكس لارج. يا راجل ما تبالغش قوي كده. عادل فين يلا؟ خد العصير يا شيخ. كده بقى ما حدش هيعرفني. بقول لك يا شيخ، هم اصحابك اللي في ايطاليا هيعرفوا يسفرونا ليبيا؟ احنا طالعين ليبيا وبعد كده ايطاليا يا حمار. طب معلش سؤال بس، هي ليبيا بعد الكارته بتاعت اسكندريه ولا قبل الكارته بتاعت اسماعيليه وانت جاي من المنصوره؟ احنا بنفهم بس مش عارف. ايه ده؟ هم هربان ليبيا برضو ولا ايه؟ راح ليبيا جاري. ايه ده؟ ايه اللي انت مهببه في نفسك ده؟ عامل لي صفوه حجازي يا عادل؟ اخترت اغبى واحد فيهم وبتهرب زيه؟ سيلتو بلاي كمان. سيلتو بلاي اللي انت مهببه، سيلتو بلاي اللي انت مهببه ده قدامي وانت ديبا. يلا يا ايه؟ يا ديبا. انت عرفتني ازاي؟ ده انا مغير شكلي خالص. ازاي؟ قدام. انتوا هربتوا ازاي يا عادل؟ مساء الخير. مساء النور. صدقي موجود؟ نقول له مين؟ قول له كمال جاب لك الحاجة. سيادة الوزير اطمن سعادتك كله تمام. طب خد بالك، ده في بعض القنوات كلموني عشان يذيعوا الماتش. العيال بتتمرن على الاخر يا فندم، وكل حاجة ماشية مظبوط. طيب مع الف سلامة. استر معايا يا رب. تأخير يا جماعة. مين؟ انا صاحب شناوي. وايه اللي جابك دلوقتي؟ لا ده شناوي كان عازمني عشان اجي احضر معاكوا الطار. انت عايزين حد ولا ايه؟ لا لكن ما دام صاحب شناوي يبقى لازم نعمل معاه الواجب، عشان كده هتتعشى عندنا النهارده. علي الطلاق بالثلاثه ليله اللي انطفحوا النهارده. طلاق على طلاقك لو ما تش معايا لا تقوم الفرح. وربنا ما عاوز اتعشى، انا واكل الحمد لله. انا عاوز شناوي الله يكرمك. تعالى معايا. السلام عليكم. شناوي. انا عمري ما طلبت منك حاجه يا كمال، بس وحياه العيش والملح اللي بينا احب على رجلك اجيك. سايق عليك النبله تسيبني، سيبني اخد طربوي وبعديها اسلم نفسي اسالم. انت شفت فيلم الهروب كم مرة؟ كتير. ده كتير قوي، ده انت حافظه. عجبتك زبالة حبيبة. هو ليه؟ مين ده شناوي؟ ده صاحب أخول ومالكش صالح بيه. اطلع انت الشقلب برة لحد ما موت الود وتيجي. تموت مين بس يا شناوي؟ صلى على النبي، انت عايز تودي نفسك في داهية كمول؟ انا قلت لك انا مش راجع مصر تاني. امال عايز تفضل عايش زي منصور الحفني كده طول عمرك يا شناوي؟ في واحد اتقتل قصاد واحد، عايز ايه تاني؟ يا كمول، انا ابويا ما يكفنيش في بلد بزيه، واولاد عمتك دول مش هيكفيهم في اخوهم بلد بحالها برضو، واخرتها ايه يا ابني؟ انت فاضل لك سنتين وتخرج تعيش لك ايام حلو، عايز ترجع على حبل المشنقه ليه يا شناوي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انت حتى حمار ما بتعرفش تهرب، تصدق؟ والله ده الناس هنا دلوني عليك في ثانيه. عشان مشهور. ايه مشهور يا هاني سلامه؟ يعني مين هاني سلامه يا عم؟ اسكت. مين ده شناوي؟ والله يخرب بيت دي ليله. علي الطلاق لو ما سكت لموتك وموت. معلش ممكن بس ما خلصناش لسه. اتفضل. معلش بقول لك يا شناوي، خليه يسلمك كفن قدام الناس واقفل بقى بحر الدم ده. بقول لك
ابويا كمان الحق ايه الحق في ايه ولاد عمك جايين ياخدوا اللي احنا نكتروه يا اخويا اسود اخرج على السطح انت ابني اخرج على السطح تخافش يا كمال معكش الناوي تخاف روح هون دي العربية اللي هنهرب فيها؟ مالها العربية يا كمال؟ مش أحسن من العجل اللي انت جاي بيها ودي العربية اللي كنا هننقل فيها الجثة ما تضربني قلمين أحسن ما من ده بقى يا كمال؟ أقول لك إيش فيها طريق تاني غير ده عشان ده مليان لجل اطلع الطريق الغربي كمال في إيه خضتني في إيه؟ صدق انا عارف من الاول ان جابر ده هو اللي هيتعبني ايوه بواب قال لك ايه البواب قال لي ان جابر جه العياده اول امبارح قعد نص ساعه وبعد كده نزل جاله تاكسي ركب التاكسي ومشي جاله تاكسي ما سالتوش التاكسي اللي جاله ده كان مركب حد ولا فاضي عيب عليك يا كمال ده انا شناوي سالته قال لي التاكسي كان فاضي بس دلوقتي السؤال الملح ليه جابر جه العيادة في هذا الوقت من العام؟ كايرو كاب مساء الخير مساء الخير كنت عايز من فضلك تاكسي على العنوان اللي متسجل عندك الاتجاه يا فندم زي المرة اللي فاتت حدائق الأهرام بوابة خوف يخرب بيت جمالك انت اسمك ايه؟ أحمد بدوي يا فندم أنا لو طول أبوسك يا أحمد كنت بوستك يا ابن انت ايوه يا باشا ما فيش حد جه عندك على بوابة السجن لا ما فيش حد يا باشا استر معايا يا رب استر معايا فيلا عز الدين حسين فيلا بدر الدين حسين فيلا سعد الدين حسين احنا جينا حدائق حسين ولا ايه فيلا في سوان الدكش منسلم عليها كمان عايز تنزل تسلم على الدكش قلطم على وشي قلطم على وشي يا شناوي كمل قرايه فيلا مدام سوبر جيت فيلا مدام سوزيت جبت منين سوبر جيت دي مدام سوزيت مدام سوزيت فيلا جابر هميس انا وقفنا وقفت ليه لا ده احنا هنسلم على الدكش ايوه سلم على الدكش يلا سلم على الدكش سبت فراغ كبير فراغ ايه ونيلت ايه بقى بتهرب وتسخن العالي هرابه يا جابر يا واطي يا قليل القص كيمو قلة الادب دي هانت عليك العشره يا اخي كمان انا اسف انا ما قصدتش بس انا برضو يا اخي بني ادم عندي احاسيس ومشاعر بحب حب ايه ونيلت ايه انا نفسي اعرف النسوان دي بتحبك على ايه يا جابر ده انت حتى شبه تيتا الله يرحمها الله يرحمها انا هقول لك النسوان بيحبوني على ايه ايوه لا شيء يفوق الخبرة بلس الكاريزما يعني ايه كاريزما؟ يعني انت بلس معدية معاك مفيش مشاكل؟ يلا جابر قوم معايا انا هقوم معاك وحاضر بس ادوني دقايق اصل جسمي فاكك فاكك ايه ونيلة ايه يلا قوم معايا كمال ابرد اتنيل يلا انا بقول نقعد شوية سايق عليك النبي يا كمال لنقعد شوية هنقعد انا بقول نمشي وحياه امي لنوجا مين دول يا جابر حبيبتي دول دكاتره زمايلي دكتور شناوي دكتور في ايه مخ واسنان دكتور كمال مسالك بوليه انت عندك خمره ايه لا 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 سلتش الخمره مراتي ها مرات اخوكم يا ولاد هو بيعمل كده ليه مش قالك مخ واسنان طب اجيب لكم حاجه تشربوها يلا انت رايح فين هجيب لكم حاجه تشربوها لا معلش يا حبيبتي اصلي الدكاتره زمايلي مستعجلين قوي الدكاتره عندهم عمليه بكره الصبح بدري عمليه ايه سطو مسلح طيب اسيبكم انا بقى ايه ايه
اسيبكم انا، استنوني برا شويه البس بس. احنا هنستناك هنا. لا هنا بتمطر. معانا شماشي. شماشي ماشي. ايه مرات ابوكم. كلوا فاكهه. خد يا كيمو فاكهه. يلا. شفت يوم؟ البت جامده قوي يا ضيا شناوي. انهين فيه. لو انت شفت كم واحد؟ انا ما شايفش اي حاجه. كمان كمان استناني يا كمان.